ادي صدري مفتوح لرصاصة الطار اللي محيراكي. مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. هلا انت مش جاية تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا امارة عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوبايه ميه عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافيه. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواقي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفه ان طارق عند النوح قال؟ لسه سامع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومه ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها نوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو الثمن كان ابنه. هو انت جايه تبرئي غريب ولا جايه تورطي نوح؟ الاثنين يا فندينا. براءه غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سير. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حته دي، اعمل فيها ايه؟ احلقلها نفضلها ولا كانها حشره حشره. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفتحه قال لي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. انت اتجننت يا رمانة. الشيطان لعب معاك الدنيئة ورماك في التهلكة. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانة؟ ايوه انا. ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه، عايزني اعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا على نفوخي بقى. لا 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 لا، انت ليه يمكن تكوني رمانة اللي انا اعرفها؟ انت لازم يتعمل لك زار وتترقي، انت اكيد ملبوسه. يا اخي ولا ملبوسه ولا مكبوسه، حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانة، الامانه المهنيه بتحتم عليا ان انا اوريكي. عشان بس تعرف اللي بترفسي عشانه النعمة بيعمل من وراك ايه. وانت بتدهوني ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رأيك؟ تحس ان افندينا مزاجه عالي العال عناب. لو البيت تبوسي ايه مزبطاه على التراك اخر حلاوة. طبعا البركة فيك، ما هي تربية ايديك. وانت ما تمرش فيك التربية ليه؟ قصر في يومك اللي مش فايد ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانة، انا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ما تخسريش كل حاجة، فهماني ولا إيه؟ أنت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، أنا بس جاي أنورك عشان اللي بينا عيش وبغاشة، وما ينكرش البغاشة غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقولك إيه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لأ؟ أنا بعتلك الفيديو ده واتس أوب عشان لما تفوقي من الغيبوبة اللي أنت فيها تبقي أوب. سلام يا نجمة. مرسي. شكرا يا أيمن. واضح إنك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان أيام ما كان فيه مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ أنهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا ده أنت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان
خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟ انت شاغله روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبتي مني اني ما اكدبش عليكي، وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم نعمله قبل ما نتجوز. كزوز اتفضلي اتفضلي. واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي، انا اتولدت هنا واتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حياتك؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قولي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امر يا معلم. اركب العربيه تعالي اركبي. ماشي. ايه ده يا خميس؟ ده يا ستي التوك توك. قصدك اليالو كاب؟ يعني حاجه زي كده. ايه اللي انت قلتيه اللي اخترع عليه التوك توك؟ يا زوز يا زوز تعال. تفوتنا وبوري عايزه حاجه؟ اصل افندينا موصلنا نعمل لك كل اللي انت عايزاه. انا مش عاوزه حاجه، انا عاوز اعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفه انا ما اعرفهاش. ضيفه؟ طب بالاذن الافندينا يستعواني ولا حاجه. بالحضن يا ريحه الغاليين. ازيك يا طن؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خيره كلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. ألف سلام عليك. دي بقى يا ستي ميس فريده بنت الراجل الكبير الباشا الاصلي. نور يا حاجه.